شهد العالم في الساعات الأخيرة خللا فنيا وانقطاعا في خدمات الحاسوب وتوقفا لأنظمة معلوماتية، ما شكل ضربة قوية للاقتصاد العالمي متسببا في خسائر فادحة لعدد كبير من القطاعات الحيوية التي أعلنت تباعا عن خسائرها بملايير الدولارات، على خلفية إبلاغ شركة مايكروسوفت مستخدمي خدماتها في جميع أنحاء العالم بما في ذلك البنوك وشركات الطيران والموانئ والأسواق المالية عن انقطاعات واسعة النطاق أثرت على الوصول إلى تطبيقات وخدمات الشركة. شاشات الموت الزرقاء التي تظهر على واجهة أنظمة ويندوز بعد توقف الحاسوب عن العمل عمت العالم وتسببت في فوضى للمسافرين جراء تعليق الرحلات الجوية في مطارات رئيسة كبرى، على غرار شركات طيران أمريكية أوقفت جميع رحلاتها بسبب مشكلة في الاتصالات، كما أعلن مطار برلين عن توقيف رحلاته بعد تأخير في تسجيل وصول الركاب، وغيره من المطارات الإسبانية والأسترالية، ما أثر في تراجع الأسهم الأوروبية التي تكبدت خسائر أسبوعية متأثرة بانخفاض أسعار السلع الأولية واستمرار هبوط أسهم أكبر الشركات التجارية والصناعية العالمية. الخلل التقني الذي اجتاح العالم تسبب أيضا في عطل لبورصة لندن التي أعلنت عن تعطل بعض خدماتها، وكذا بورصة سنغافورة واجهت صعوبات في تنفيذ المعاملات. قطاع النفط والغاز لم يسلم من تداعيات أزمة مايكروسوفت وواجه صعوبات في عدة مقار رئيسة للتداول. شركة مايكروسوفت أكبر المتضررين بتسجيلها خسائر مالية كبيرة قاربت 60 مليار دولار من قيمتها السوقية. خلل رفع من حجم التحديات التي أضحى يواجهها الاقتصاد العالمي، ودفع الخبراء إلى طرح تساؤلات حول هشاشة النظام المعلوماتي العالمي وتأثيراته على العالم مستقبلاً.